اشتقنا لكم كتير كتير، جانا لكم فيديو جديد هالمرة. ما حقلكم انتو اشتقتولنا، ليش ما حقلهم يا رلا؟ لأنه قررنا نغير المقدمة وما يكون عنا مقدمة. لهلأ ما عم نسمت على مقدمة، والمقدمة القديمة في ناس قالونا ما حلوة لما منقول انتو اشتقتولنا، في ناس ما حبوها، فقررنا نغير. ما بعرف انتو شو رأيكم، حلوة القديمة ولا مو حلوة؟ قلونا بالتعليق. هاي كانت المقدمة، وقبل ما نبدأ هذا الفيديو بدي أقلكم عن جد كل عام وانتو بألف خير مناسبة عيد الأضحى، وان شاء الله عقبال هيك كل سنة وتكونوا بالصحة والعافية. وأنا كمان بدي أعيد عليكم وقلكم كل عام وانتو بألف ألف خير انتو وكل أهلكم وأحبابكم، وان شاء الله هيك تكون سنة حلوة علينا بدون مرض. كل عام وانتو بخير. وميلا بتقلكم كل عام وانتو بخير كمان. عم نقول في بصمات على العدسة، هلأ عرفت من مين؟ انت عم تتهميني اللي طلعت من مين؟ اليوم كتير عندي طاقة إيجابية وهيك بحب الفيديوهات اللي لها علاقة بالعيد، لأنه كتير بحس العيد له هيك روحانية حلوة، حتى مع أنه نحن هون بالغربة لحالنا ما في أهلنا، لازم نحن نعمل شيء نحس بأجواء العيد، يعني كمان نطلع ندخل نجتمع بأصدقائنا الناس اللي بنعرفهم، هاد شي كتير ضروري حتى هيك نفسيتنا كمان، بما انه نحن بعيدين عن اهلنا. صح. فلذلك فيديو اليوم رح يكون تجهيزات العيد، رح نورجيكم شغلات، خاصة رولا رح تورجيكم شغلات كيف حتجهز زينة العيد وهالقصص، ورح نشتري كم غرض لبس اذا لحقنا اليوم لانه الوقت تأخر، ما بعرف اذا حنلحق السوق، ان شاء الله نلحق. رح نحاول اليوم نزين البيت، ما بعرف انا شفت كم فكرة على النت ورح حاول طبقهم، كمان رح اجيب لبس وغراض لميلا وقلنا، فلنشوف شو حنلحق لانه اليوم كثير مضغوطين وحسام عنده موعد، فما بعرف اذا حنلحق كل شيء لانه هون السوق بسكر بكير الساعه 5. نرقد بس قبل ما نبدا لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا اللايك والشير وتشتركوا بحساباتنا الانستغرام. هنيك عن جد عم نحاول نكون نشيطين وننزل ستوريات وقصص دوما، فتابعونا على انستغرام. وهلا خلونا نبلش الفيديو. وهلا اخيرا طلعنا، وما بعرف اذا انتم انتبهتوا بفيديو اليوم انه انا قصيت شعري، قولي بالتعليقات حلو او لا، لانه بصراحه انا كثير ندمت وكثير متضايقه. القصه وما فيها انه انا بالعاده بقص بمكان معين، يعني دوما بقص عندهم، ف هذا المكان بعد ما فتحوا بسبب الكورونا كانوا مسكرين، فكثير صاير عندهم زحمه وما عم بيزبطوا الموعد عندهم، فبالاخير قست واخذت موعد بمكان ثاني. فهذا المكان الثاني ما كثير يعني حبيتهم لانه ما ردوا علي، انا قلت لها انه بس بدي صلح شعري، قلت لكم من قبل شعري ما كان نفس الطول، فقلت لها انه انا بس بدي صلح شعري وصلي سنتي او اثنين. بعد ما خلصت شوفوا كيف، حسيت عن جد انصدمت كثير قصر، هي اول مره بيقصر شعري كل هذا وانا ما متعوده كثير اقصر شعري، بس بعدين قلت يلا انه تغيير شكل وانا شعري بيطول بسرعه اصلا، فقلت خلص. على فكره كمان حسام قص شعره على العيد، شو رايكم بقصه شعره لحسام؟ ما بعرف ما مبين كثير، يمكن انا بقول له قص لي 10 سم بقص لي 2 سم. بالعكسي. انا بالعكس تماما. انت لمصلحته منشان تجي لعنده كل شهر. هلا دخلنا على المحل وهي ميلا نامت كالعاده، اول ما ندخل اي محل رولا عم بتدور على شغلات. لقيتي شي رولا؟ الشي اللي عم دور عليه ما لقيته، عم دور على ورق اسود وورق ذهبي، يمكن هاد اسود بس ما بعرف اذا هاد شكله شيء ثاني غير اللي بدي اياه، فشكلي رح روح على محل ثاني. هذا كتاب رسمات كانه بس هو اسود وتشخطوا عليه وهيك شيء. في هذا ورق ملون، شو رايك؟ انا مشتيه مو عم ملون، مشتيه على ذهبي وفضي واسود، انه مثل لون الكعبه عرفتوا؟ فما بعرف ما عم شكلك حتروح على مكان ثاني، ما بعرف شكله حلو. شكله حلو. انا ما بعرف لهلا شو في ببالك، يعني انا ببالي بدي اعمل مثل خواريف العيد وشكل الكعبه بس على شكل زينه، يعني اسود وذهبي. وهلا جيت على محل كثير عنده اشياء حلوه للتزيين، لقيت شغله كثير حلوه وكثير فرحت عليها. شوفوا هي مثل زينه فيكم تكتبوا عليها بالطباشير مثل هون، بتكتبوا اللي بدكم اياه، لونها اسود، انا بدي زينه اسود وذهبي. شوفوا في اشياء ثانيه، هي كثير عنده شغلات حلوه. وهون في احرف، كثير حلو هذا المحل، شوفوا قديش الاشياء عندهم كيوت وحلوه. بس انا لسه عم دور على ورق ذهبي، ما بعرف اذا هاد، هاي الملفات شوفوا هاي لقيت هون شيء ذهبي، شو رايكم؟ وشفت هلا هون هدول المثلثات الذهبي وفي هاي ستاره ذهبي، والله في كثير اشياء ذهبيه هون بهذا المحل، دول حلوين كمان. هدول لعيد ميلاد ميمي. ميلان كل عام وانتو بخير. هلا حسام تركنا وجيت انا وميلا نتسوق سوا اغراض العيد. شوفوا ما عم لاقي شيء، كان بدي، شوفوا شايفين هاي، بدي مثل هذا الذهبي ما عم لاقي، يعني هاي فيها بس قطعه واحدة، انا بدي كثير يعني. شوفوا هدول هون لقيت شغلات حلوه بس انا ما هذا الالوان اللي بدي اياها، هي مثل قلوب كمان، عدت الوان كمان فيكم تعلقوها، وهي نجوم فيكم كلها تثقبوها وتعلقوها.
كتير أشياء تعملوها بإيدكم، عن جد مشتية كتير أعمل شغلات بإيدي. طفي هاي كمان شوفوا، تعملوا منها أشكال مختلفة. شوفوا أخيراً لقيت الورق اللي عم دور عليه، هذا ورق هيك بيلمع وفي منه كل الألوان. في نوع تاني شوفوا، في هاد، في هاد السادة الذهبي، وفي هاد المنقط هيك له لمعة. حبيت إنه فيه كذا لون، ممكن كلهم استخدمه. هاي إجا حسام، وهلا وين رايحين؟ رايحين نتغدى. بس شوفوا هالمنظر، حبيت ورجيكم اياه. هون هولندا كلها قنوات مائيه وانهار، شوفوا ما احلى. وكمان بهولندا كمان في كثير منها، مثل هذا الجسر، هذا بيفتح وبيسكر حسب اذا في سفن بدها تعدي. شوفوا وين حسام صافف السياره، يعني ضل شوفوا خطوه واحده ومنصير بالمي. هلا وصل الاكل اخيرا. ميلا فرحان، رولا ما عم بتخليني اكل، قال صورني انا وميلا. نصور صوره. هاي الصورة، يلا روح. شوفوا الإطلالة هون، محلها كثير حلوة، المكان كثير غابات وقصص وبحيرات. هون إطلالة أحلى، هون عند ميلا هون إطلالة أحلى. طبعا في أحلى من هيك إطلالة؟ لا والله. بنوتة حبابة ما بتنسى، هاي أحلى إطلالة كمان حبيبتي. وين؟ هاي الأكل. أي والله، أنا هلا حاليا تركيني من الفلوج. مع السلامة يا جماعة، أشوفكم بعد قليل. بعد نهار طويل كان كله تسوق، رجعنا على البيت. في مطارح ما قدرت اصور لكم، كان كثير زحمه اليوم، عن جد كانه الهولنديين كمان عندهم عيد اليوم. حسيت كثير زحمه وكل الناس نازله تتسوق، فدخلت على محلات البسه وهيك، كنت عم دور لميلا على قصص، فكمان كان كثير زحمه وما قدرت اصور. هلا رح اورجيكم شو جبت ورح نزين البيت سوا. شوفوا شو جبت، رح اعمل كب كيك ومع عجينه السكر رح زينهم على شكل خروف. وهون جبت زينه، هاي ادوات لازمتني للزينه، في شغلات جاهزه مثل هاي وهاي علقن فورا، بس الباقيين في شغلات راح اصنعها انا بايدي، خليكم معي لحتى تشوفوا شو حاعمل. اليوم صرنا بنهار جديد، على اساس امبارح كان خلص كل زينه عيد الاضحى ونخلص الفلوج ونصور كل شيء، بس امبارح ما قدرت اخلص كل شيء لانه تعبت كثير وميلا تعبتني كمان، فابدا ما مشت الخطه مثل ما انا بدي. فاليوم كنت فايقه بكير وعم كمل التزيين وهيك، وكمان كان عندي موعد، وهلا الساعه 2 الظهر والفيديو لازم ينزل بعد ساعتين او 3 ساعات ماكسيموم، لانه انا وعدتكم انه اليوم ينزل الفيديو، انا ما بحب اخلف بوعدي. فهلا بعد وانا عم بصور لكم بنفس اليوم انتم حتشوفوا الفيديو، وحسام ان شاء الله يلحق يعمل له ايديت اليوم وتشوفوه. شو حسام بيلحق اليوم الفيديو؟ ان شاء الله، ما بوعدك. لا بدنا نلحقه اليوم، يعني فيديو تجهيزات عيد الاضحى لازم ينزل قبل عيد الاضحى. ما بتتخيلوا قديش البيت فوضى يعني من ورا امبارح، لانه من ورا التزيين. شوفوا. عنا اول شيء، هاي اول شغله خلصت، هاي امبارح خلصتها، وهلا الصبح كنت عم اعمل هدول، شوفوا حلوين. وعم اعمل هدول منشان احطهم على الكب كيك، جبت مثل عوده اسنان، طبعت مثل هاي، عندي انا طابعه طبعت منها كثير ولزقتهم على عوده اسنان وحطيت لهم هاي الربطه، وراح احطهم على الكب كيكس. فتقريبا خلص الزينه، ضل نعلقها.
بس وين المشكله؟ المشكله انه انا كنت ناويه لسه كثير اعمل قصص، بس ابدا الوقت ما اسعفني وما عاد الحق. حتى كنت في زينه ثانيه جايبتها وحسيت انه يمكن صار زياده، فما راح اعمل كل شيء كل شيء. بس عن جد كتير مبسوطة، مسكت ميلة أنا بكفي العمال ميلة. بس عن جد كتير أجواء حلوة وقت واحد هيك عم يزين للعيد وعم يعمل أشياء حلوة. يعني هون بالغربة بما أنه ما عنا حدا حوالينا، فعن جد هيك حسينا بروحانية العيد وكان كتير شيء ممتع. صح. ويمكن هو شيء حلو بتعملوه مع أولادكم، هو أحلى إذا في أولاد يساعدوكم هنن كمان بيحسوا بالعيد. يعني حتى ميلة هلأ صغيرة بالعمر بس تفرجت علينا وشافتنا شو عم نعمل وهيك، أكيد بكرة تكبر رح نحسسها بهالأجواء وهيك، خاصة نحن بأوروبا ومكان ما فيه هالأجواء العيد. هلأ رح أشرح لكم شو عملت بسرعة لأنه يمكن شفتوا بالفيديوهات الماضية شو عملنا. هون عملت كب كيك وزينتهم بهدول، هدول شرحت لكم كيف عملتهم كمان. خواريف 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 عيد الأضحى. وهون حطيت مثل فوانيس عندي اياهم من قبل. وهون هاي الكعبة اللي انا عملتها، هدول مثلثات جاهزين. وهون في خواريف، في واحد منهم عنده اجرين، ما بعرف ليش هاد بالذات عنده رجلين. اكتبوا لي بالتعليقات اذا حبيتوا او لا. بس هي الفكرة كلها انه مو بالزينة نفسها، مو انكم تعملوا احلى زينة بالعالم، هي الفكرة بجو العيد وروحانية العيد عن جد. صح. حتى نحس هيك هيك كنت مدينة هيك انت بدك تقولي كويس، معناتها القلب على القلب. صح. فعن جد هي هذا الهدف من الموضوع، انه الواحد يحس انه ببيتنا في عيد يعني. فهذا كل شيء عملناه اليوم، فشو رايكم؟ اكثر شيء حبيت قسم الخواريف، هذا كثير حبيته، هذا احلى قسم بالنسبه لي. انتم كمان كتبتوا لي بالتعليقات ورجينا شو جبتي الاغراض لميلا، فهلا رح ورجيكم اياهم، رح اطلع تجيبهم من فوق. وبالنسبه لي ولحسام انا بصراحه ما لقيت لي امبارح شيء عجبني، فيمكن ارجع انزل بكره. لسه في بكره صح؟ اليوم ما بقى نلحق ابدا، واصلا انا عندي اغراض جديده. بتتذكروا من التحدي الماضي كثير اشتريت اغراض جديده، فاذا ما لقيت عادي. فهلا رح اورجيكم اغراضها لميلا. هداك العيد غلطت وجبت لها بس لبس صيفي، فابدا ما لبسته لانه هون بهولندا الطقس ابدا ما مضمون، فجبت لها هالمره صيفي وشتوي. جبت لها هاد مثل ابرول، كثير حبيت لونه اصفر، هي ما عندها هيك لون اصفر. وجبت لها مثل هذا البنطلون، كثير حبيته لانه هو مثل جينز بس قطن، يعني شكله جينز بس هو قطن، شوفوا يعني قماشته قطن، فكثير مريح للبيبيات. انا ما كثير بحب لبسه جينز. وهي البلوزه معه، هدول للبيت مثل بيجامه. وهون كمان بلوزات بس صيفي نص كم. فبصراحه انا دوما عم اشتري لميلا، ميلا دوما عندها عيد يعني. بس هذا هو كان فلوق تجهيزات العيد، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. احنا انبسطنا كثير، كثير انبسطنا وتسلينا فيه، وان شاء الله هيك اكون عطيتكم افكار تعملوها مع اولادكم. وهلا صار لازم نختم الفيديو مثل ما عودناكم، ورح نقول اربع اسماء اليوم. فعنا اميره من الجزائر، كمان أميرة تانية، أميرة من سوريا، وعنا ليلى من السعودية، وثناء من فلسطين. ونحب نشكركم كتير، وانتو إذا حابين يطلع اسمكم لا تنسوا تكتبوا تحت بالتعليقات اسمكم ومن أي بلد انتو، ومنشوف بعض بالعيد إن شاء الله. إن شاء الله بفلوق العيد الفيديو القادم. وهلأ من إلكم، منحبكم كتير. باي.